مرحبا بكم في سلسلة الحلقات الدراسية المقدمة عبر الإنترنت عن موضوع التأمل الواعي وتسوية النزاعات خلال أوقات الأزمات، التي تقدمها Fordham University, Auburn و CSTAC و NYU. اسمي سارة ستاينوايس، وسأقدم لكم سلسلة الحلقات الدراسية المقدمة عبر الإنترنت هذه. أنا مؤسسة Conflict Resolution Systems. هذه الجلسة الأولى من سلسلة مقاطع فيديو الحلقات الدراسية المقدمة عبر الإنترنت المكونة من 6 أجزاء، ويمكنكم مشاهدة السلسلة كلها إما كاملة أو على أجزاء. يتمثل الهدف من هذه السلسلة في مساعدتكم في التعامل مع النزاعات خلال هذه الفترة، وتوفير المعلومات في مجالات مختلفة من شأنها أن تساعد في التأمل الواعي وتقنية تسوية النزاعات. في هذه الجلسة سنناقش قبول الأمر كما هو. يعد القبول أمراً أساسياً عند محاولة التعامل مع أي نوع من أنواع النزاع، وسنركز خلال هذه الجلسة على قبول الأمر كما هو، وما يمكننا التحكم فيه، وما لا يمكننا التحكم فيه، وذلك بفهم أساسيات كيفية تعاملنا جميعاً مع النزاعات. وللقيام بهذا الأمر، سأطرح 5 أساليب لتسوية النزاعات حتى تصبحوا واعين بذاتكم وتديروا الوسيلة التي يتعامل بها كل منا على حدة مع النزاعات، وكيف يتعامل الأفراد المحيطون بنا مع النزاعات، حيث أن فهم أساليب تسوية النزاعات سيساعدنا على ممارسة سلوكيات صحية أكثر مع أنفسنا وفي بيوتنا. وفي هذه الجلسة سأعرفكم على كل أسلوب على حدة. فعند التعامل مع النزاعات وتعلم قبول الأمر كما هو، يجب أن نفهم كيف يتعامل كل منا كأفراد مع النزاعات، وذلك لفهم أننا بحاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة على الأنواع المختلفة من أساليب تسوية النزاعات التي يعتمد عليها كل فرد لحل النزاعات. وللأسف ليست كل أساليب التسوية مجدية عند محاولة حل النزاعات في حياتنا وفي منزلنا، فكل فرد يعتمد على أساليب تسوية النزاعات الخمسة المعنية عند تسوية النزاعات، ولا يهم من أين أتينا أو اللغة التي نتحدثها أو أسلوب تربيتنا، فجميعنا نعتمد على هذه الأساليب الخمسة. الأسلوب الأول، الهجوم. عندما نهاجم في نزاع ما، فإن موقفنا يعكس التهديدات أو النبرات أو الإيماءات العدائية، ونستخدم الإهانات ونصبح دفاعيين، وغالباً ما ننتقد ونتغطرس. وقد يعتمد المرء كذلك على القوالب النمطية واللوم والتقليل من شأن أفكار الآخرين والمقاطعة والهجوم المضاد وطرح أسئلة انتقادية رئيسية. وغالباً ما يدفع هذا الأسلوب الأشخاص إلى الاعتقاد بأن من يهاجمون أشخاص مزعجون وعدوانيون. ومع ذلك هناك نوع آخر من الهجوم يسمى الهجوم السلبي العدواني، وهذا يحدث عندما نفعل شيئاً أو نقول شيئاً ونتصرف بطريقة لا تتسم بالهجوم البدني، ولكن أفعالنا توحي للشخص الآخر بأنه يتعرض للهجوم. ومن المهم على وجه الخصوص أن نفهم أننا حين نلجأ إلى الأسلوب الهجومي في حل النزاعات، فهذا يؤدي عادة إلى المزيد من النزاعات وليس إلى التقليل منها. الأسلوب الثاني، التهرب. عندما نتهرب نختار تجاهل النزاع ونغير الموضوع ونصبح منطوين على أنفسنا ونؤجل المناقشات حتى نحصل على المزيد من المعلومات أو التفكير في الموضوع. والتهرب مطلوب أحياناً
عندما تنشأ النزاعات لأننا بحاجة إلى معرفة متى نبتعد في الوقت الراهن. ومع ذلك، إذا اخترنا دائماً التهرب أسلوباً في التعامل مع النزاعات، فإننا لن نتعامل مطلقاً مع النزاعات، وسنظهر للآخرين أنه بإمكانهم استغلالنا في أوقات النزاع. يعتمد معظم الأفراد الذين لم يتلقوا تدريباً قط على أساليب تسوية النزاعات في كثير من الأحيان على الهجوم أو التهرب باعتبارهما أسلوبين شخصيين، بينما يستخدم عدد قليل من الأشخاص أساليب التسوية الثلاثة التالية: إذا اعتمدت أسلوب الهجوم دائماً، فسأبدو للآخرين بأنني شخص يصعب الوصول إليه. أما إذا كنت دائم التهرب، فسأبدو للآخرين بأن بإمكانهم استغلالي. إذا اخترنا تسوية النزاعات بالأساليب الثلاثة التالية، فإننا نظهر للآخرين الطريقة التي نود أن يعاملونا بها ونعاملهم بها على طول النزاع. الأسلوب الثالث: الإبلاغ. عندما نبلغ في نزاع ما، فإننا نذكر أننا نود تبرير موقفنا من خلال حقائق أو آراء تكشف عن احتياجاتنا ومشاعرنا الكامنة، ونفعل هذا بطريقة هادئة تسمح للآخرين برؤية تأثير سلوكهم علينا. الأسلوب الرابع: الانفتاح. عندما نكون منفتحين في نزاع ما، فنحن نطرح أسئلة غير انتقادية عن مواقف الآخرين أو احتياجاتهم أو مشاعرهم، ونستمع استماعاً فعالاً بإعادة الصياغة واختبار فهمنا لما قيل بتلخيصه، دون الاتفاق بالضرورة مع الشخص الآخر. إن الانفتاح في النزاع لا يعني دائماً أننا منفتحون على سماع ما نريد سماعه، ففي بعض الأحيان يمكن الانفتاح في الانفتاح على حقيقة أننا نرتكب أخطاء أيضاً، وعلينا تغيير سلوكنا في موقف معين. الأسلوب الخامس: الاتحاد. عندما نتحد في النزاع، فإننا نشارك في طقوس تهدف إلى تعزيز الألفة، ونوجد قواسم مشتركة بإعادة صياغة الموضوع حتى يتسنى لنا تلبية احتياجات كلا الطرفين، كما نطرح حلولاً تربط بين الحاجات وأدوات المساومة. من المهم أن نفهم أنه حين نتحد خلال النزاع، فهذا لا يعني أن علينا أن نستحسن ما يقوله الشخص أو أن نستحسن هذا الشخص بشكل عام، فالاتحاد يتيح لنا إيجاد قواسم مشتركة مع الشخص الذي ندخل في نزاع معه. وكما أقول دائماً، إذا كنت في نزاع مع فرد في أسرتك، فعامل الاتحاد ما هو إلا حقيقة أنكما فردان من الأسرة نفسها. ومع ذلك، إذا دخلت في نزاع مع شخص من خارج أسرتك ولا يمكنك العثور على أي دافع يحثك على الاتحاد مع هذا الشخص، فالإنسانية عامل يوحدنا جميعا. عندما نوشك على فهم كيفية استخدام أساليب تسوية النزاعات في حياتنا، من المهم ملاحظة أسلوب التسوية الذي يعتمده كل واحد منا، وفهم أنه لا بأس في التنقل بين أساليب تسوية النزاعات الخمسة. ما لا نود فعله هو الاعتماد دائماً على الهجوم أو التهرب، حيث أننا نود الاعتماد على الإبلاغ والانفتاح والاتحاد قدر المستطاع. وأسهل طريقة لفعل ذلك هي فهم تأثير التصورات على النزاع. والتصور ما هو إلا الطريقة التي نرى بها الأشياء. ثم هناك الواقع. عندما يتعلق الأمر بتصور النزاع، فغالباً ما يتصادم الواقع. وقد سمعنا جميعاً القول المأثور: هناك ثلاثة جوانب لكل قصة: جانبي، جانبهم، والحقيقة. فإذا اعتمدنا على هذه الفرضية عند إلقاء نظرة على النزاع، فإننا نبحث دائماً عن الكاذب في الموقف. في الواقع، هناك اختلاف في التصور عندما نكون في نزاع. في كل الأحوال، نحن بحاجة إلى النظر إلى النزاع من منطلق أن هناك تصورك لما حدث،
وهناك تصوري لما حدث، وفي مكان ما بين التصورين، نحتاج إلى فهم كيف يؤدي الاختلاف في التصور إلى خلق النزاع، وهل يمكن حل هذا الاختلاف أم لا؟ وفي بعض الأحيان، لا يمكن حل الاختلاف في التصور لأسباب عدة، ففي تلك الأوقات نحتاج حقاً إلى الاعتماد على الإبلاغ والانفتاح والاتحاد لتقبل الأمر الواقع، وحتى نكون قادرين على التعامل مع النزاع الجاري حولنا. أشكركم على مشاركتكم في هذه الجلسة. للحصول على المزيد من المعلومات والموارد، يرجى الاتصال بأي منظمة مذكورة في هذا العرض التقديمي.